الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أمرنا الله بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وصيته للأولين ووصيته للآخرين. قال ربنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، بدأ عام جديد في هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، ومن حسن الطالع أن يكون هذا اليوم هو يوم جمعة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا أعطاه الله عز وجل سؤله. فنسأل الله عز وجل أن يكون عاما مباركا ميمونا، كشف الله عز وجل لنا فيه البلاء، ورفع الله عنا فيه الوباء، وجانا كان عام خير بإذن الله علينا وعلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. أيها المسلمون، مع بداية عام جديد، ما هي توقعاتك؟ هل سيكون هذا العام شاهدا لك أم شاهدا عليك؟ مر عام بما فيه من آلام، من ابتلاءات، من وباء، ولا ندري ماذا سيكون في هذا العام، استكمال للعام الماضي، أم أن الله عز وجل يوفقنا فيه للتغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما هو دورك؟ هل خططت في هذا العام أن يكون لك أثر؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قد يكون المارون على الحياة كثير، ولكن قليل مروا وتركوا الأثر. أسأل الله عز وجل أن تكون واحدا من هؤلاء، فاترك أثرا تعرف به بعد مماتك. فالذكرى للإنسان عمر ثان. وصيتي: كن إيجابيا في هذا المجتمع، كن إيجابيا في حياتك. فالله عز وجل ذكر لنا في القرآن نماذج لأهل الإيجابية. يضرب الله عز وجل مثلا بهدهد، تفقده سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هذا الهدهد يسمع عن امرأة وعن قومها يعبدون الشمس من دون الله، فهو جندي
من جنود الله يبادر ويسارع إلى هذه الأرض البعيدة كي يعرفهم المولى تبارك وتعالى، ويعود إلى سليمان: جئتك من سبأ بنبأ بيقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يسجدون للشمس من دون الله، يعبدون الشمس من دون الله. فهنا قرر سيدنا سليمان أن يرسل لها دعوة، هي وقومها. فتأتي هذه المرأة بعد حوار مع نبي الله سليمان آمنة، استسلمت لأمر الله عز وجل ودخلت في دينه. هذه المرأة وقومها يأتون يوم القيامة تحت لواء هدهد، من تقص من دوره وكان إيجابيا. نملة تحذر قومها من بطش نبي الله سليمان، ورأت أنها كفيلة أن تحذر قومها من بطش سليمان، وهي تلتمس العذر لنبي الله سليمان، بحيث أنها قالت: وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحقا من قولها. هذه النملة ذكر الله عز وجل ذكرها في القرآن، بل سمى المولى السورة باسمها وقال: سورة النمل. وأسماء السور توقيفية في القرآن، يأتي جبريل باسم السورة بآيات السورة. رجل يأتي من بلاد بعيدة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. يأتي وما اكتفى أن هناك ثلاثة من الرسل أرسلهم الله، جاء من أجل أن يشد بأزرهم، من أجل أن يدعو بدعوتهم ويدعو قومه ويقتلوه، ومع ذلك يدخل الجنة ببشارة الملائكة، فلا ينسى دوره مع قومه: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أحبتي في الله، الثالثة: كن مع الله يكن المولى تبارك وتعالى معك. قالوا لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: البحر أمامنا وفرعون وجده من خلفنا. ماذا قال؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفرق، فكان كل فرق كالطود العظيم. من يكون مع المولى تبارك وتعالى يسخر له الكون، ويعطل المولى تبارك وتعالى له قوانين ونواميس الكون، يعطلها، لأنه أمره إذا أراد شيئا، سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أحبتي في الله، كن مستعدا للقاء الله. الموت يأتي فجأة، كم من أناس ماتوا في هذا العام وافتقدناهم، وما حديث سنتر الذي مات أول أمس ببعيد عنا ينتظر أن يقسم بعد غد يوم الأحد في الأربعين من عمره، ما مرض قبل ذلك وما اشتكى، ولكن جاء أجل الله. يقول ربنا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك لجمعنا هذا الرحمة والرضوان والعتق من النيران. ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اعطنا من فضلك ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. كلنا ولا تكن علينا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف أهل جمعيتنا. اللهم اشفهم بشفائك. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم عجل لهم بالشفاء يا رب العالمين ويا أكرم العكرمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم انصرنا على أعدائنا أعداؤك أعداء الدين. اللهم آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم